مي العيدان، تلميحات ورا تلميحات، وآخر كلام قلتي يوم استهزأتي فيني وفي نسبي أنا، إن أنا أمي فلبينية وخالي فلبيني. الحين أنت يوم استهبلتي، ما جات في بالك الآية اللي تقول يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن الله عليم خبير. الحين أنا خالي مسيحي، كافر، يهودي، لو شو كان لكم دينكم ولي دين، صح؟ بعدين لا تنظرين للشخص من جنسيته، يعني انتي ما تعرفين كيف جرحتيني، والله اني احترمك ولليوم احترمك، ما بغيت ارد عليك.